السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم طلبتنا الأعزاء مع محاضرة جديدة متعلقة بمادة داتا مايننج، تنقيب البيانات. تخص طلاب المرحلة الرابعة قسم الحاسبات لكلية التربية بجامعة الكوفة. أنا محدثتكم ست منور الهدى. إن شاء الله موضوعنا أو محاضرتنا لهذا اليوم تحمل عنوان Data Warehouse أو مستودع البيانات. في هذه المحاضرة بالData Warehouse، في هذه الفقرة راح نقدم تعريف موجز للData Warehouse أو مستودع البيانات، ثم ننتقل في الفقرة اللي بعدها لنناقش الموتيفيشن أو الأمور التي حفزت على إيجاد وكرييت إنشاء الداتا ويرهاوس. في الفقرة اللي تليها راح نناقش بعض الكومبوننت الرئيسية أو الأركيتكتشر التي تتكون منها الداتا ويرهاوس. الداتا ويرهاوس تتكون مجموعة من الكومبوننت أو الأجزاء الثانوية. لذا بشكل مختصر راح نناقش تلك المكونات. زين، في الفقرة اللي تليها راح نبين أو نوضح أو نعدد بعض أشهر أنواع الداتا ويرهاوس اللي تكون شائعة الاستخدام، ثم ننهي محاضرتنا إن شاء الله مع إكزامبل تم استخدام الداتا ويرهاوس من أجل معالجة بياناتها واستحصال المعلومة. مثل ما ناقشنا في المحاضرة السابقة أنه مع الدخول والانتشار الواسع للإنترنت والتكنولوجيا، أصبحت التكنولوجيا ووسائل الاتصال سهلة وشائعة الاستخدام، وأصبحت تقريبا هي الوسيلة الرئيسية لتبادل وانتشار المعلومات. بالتالي أصبح هناك حاجة إلى توثيق تلك المعلومات بطريقة آلية وتجميعها في قاعدة بيانات لضمان عدم ضياعها وإمكانية البحث في محتواها فيما بعد حتى نعالج مشكلة ما أو نستخلص معلومة ما. إذن ظهرت هناك حاجة إلى تجميع تلك البيانات باستخدام تقنيات وأدوات فعلية. من هذا المظهور ومن هذا المنطلق ظهرت وتطورت قواعد البيانات تطورا كبيرا منذ بدايتها حتى الآن. نلاحظ أن هناك مراحل كثيرة مرت إلى أن وصلنا إلى المرحلة اللي وصلت إليها الآن الداتابيس. كل هذا أدى إلى بروز تحدي جديد في كيفية تحويل البيانات من قواعد تخزين وبحث عن المعلومات إلى مستودعات بيانات، لأنه البيانات كثرت، بالتالي عملية تخزينها مجرد تخزينها أصبح غير مجدي مع زيادة تلك المعلومات أو تلك البيانات. فظهرت حاجة إلى إيجاد وسيلة بديلة عن قواعد البيانات، وسيلة تمكننا من استخلاص المعلومة والمعرفة بسهولة سريعة وعدم ضياع الوقت في البحث في بيانات مشتتة. إذن من هذا مثل ما قلنا أنه هنا ظهرت الداتا ويرهاوس كوسيلة بديلة أو مطورة للداتابيس. ماذا نعني بالداتا ويرهاوس؟ الداتا ويرهاوس بصورة رئيسية تتميز is a subject oriented time invariant integrated and non-violated collection of data. إذن هي مجموعة من البيانات التي تحمل صفات أساسية وهي subject oriented time invariant integrated and non-violated. إذن ماذا نعني بالسبجكت أورينتد؟ تقصد الداتا ويرهاوس إنه بياناتها موجهة لموضوع معين، موضوع متخصص بموضوع أو جانب معين. المنظومة تسعى للحصول على معرفة أو استخلاص تحليل ما، كان يكون مشتريات الزبون، اتجاه سعر المبيعات، خط تطوير المنتجات، وهكذا أمور. يعني هو يحتاجون إلى معلومات أكثر مفصلة ومحددة بموضوع معين من أجل زيادة تركيزهم على ذلك الموضوع واتخاذ القرار الأمثل فيما يخص ذلك الموضوع المعني. أيضا تتسم البيانات التي تحويها الداتا ويرهاوس أو مستودع البيانات بأنها تكون time variant
environment، يعني انه المعلومات تكون على نطاق زمني متباين ومختلف، كان يكون قبل 10 سنوات، كان 15 سنة الى هذا، الى وقت للوقت الذي تم فيه طرح المشكلة. بالتالي الوقت يكون متغير، ندرس البيانات في اوقات متباينة ومختلفة. ايضا تلك البيانات يجب ان تكون integrated، نقصد بان هي متكاملة، يعني ان المعلومات يتم جمعها من مصادر مختلفة، ريسورس مختلفة وغير متجانسة. تعرفنا على بعض هذه المصادر في المحاضرة السابقة، قلنا مثلا فلات فايل، فيديو، ايمجز وهكذا، ومصادر يتم من عندها استخلاص البيانات. non-violatile collection of data، non-violatile نقصد بها انه البيانات بعد ما تم تجميعها من مصادر مختلفة، فإن هذه البيانات سوف تمر في مرحلة تجعلها متحولة إلى نوع آخر من البيانات غير قابلة لاسترجاع حياتها الأولية. ذكرنا في المحاضرة السابقة موضوع البري بروسيسنج تكنيك، فإذن هنا أيضا يطبق عليها الداتا تبع الداتا وير هاوس، تطبق عليها البري بروسيسنج تكنيك. فبالتالي بعد ما تمر في هذه المرحلة سوف لا يمكن الرجوع للمرحلة السابقة، إذن فهي بيانات غير قابلة للتحول والعودة إلى صورتها الأولى. Data Warehouse هو عبارة عن System that aggregate and store information from a variety of disparate sources within an organization. هو عبارة عن سيستم قادر أو يقوم بتجميع وخزن البيانات من مصادر مختلفة ومتنوعة في داخل المؤسسة التي المعنية أو المؤسسة التي قامت ببناء الداتا، ببناء الداتا ويرهاوس. إذن مؤسسة تبني مستودع لبياناتها وتخزنها، وهذه البيانات تكون من مصادر مختلفة ومتنوعة. أيضا Data Warehouse Combine and Merge Information، تجمع وتدمج المعلومات in a consistent database to make decision support، تجمع وتدمج البيانات من database مختلفة، وهذه البيانات لا نحتاج أو غير ضروري أن تكون بيانات حديثة، وإنما مثل ما ذكرت إن هي بيانات تكون على فترات زمنية مختلفة. بالتالي الداتا ويرهاوس تقوم بجمعها وتلخصها وتعطينا نتيجة واحدة. الداتا ويرهاوس هو نظام يستخدم for reporting للتقارير وأناليز التحليل and business، إذن هي هو نظام يستخدم بصورة رئيسية ليس فقط لحفظ بيانات، وإنما حفظ بيانات من أجل إعداد تقارير وتحليل من أجل اتخاذ قرار ما قد يكون مفيد لعالم للسيستمز أو عالم الأعمال. هناك تعريف كثيرة وشاملة الداتا ويرهاوس، ولكن الموضوع الرئيسي وهي الداتا ويرهاوس أو التعريف الرئيسي هو عبارة عن مستودع بيانات يحفظ البيانات فيها بشكل مختصر من أجل تحليلها وحصول على معلومات ما. إذن الداتا ويرهاوس فالداتا ويرهاوس صممت بصورة رئيسية مثل ما ذكرنا إن هي لاستخلاص بيانات ومعالجتها وتقديمها وتمثيلها في صورة مناسبة لهذا الغرض. وتميز هذه البيانات بأن هي بيانات ضخمة، بيانات ليست بالعادية، إنه لو كانت عادية حنفضل نستخدم الداتا بيس تكون أقل تكلفة، ولكن هذه البيانات تكون بيانات ضخمة، لذلك عالجنا هالموضوع بإنشاء داتا ويرهاوس. ذكرنا انه في المحاضرة السابقة انه موضوع الداتا مايننج وهو يختص في معالجة البيانات الضخمة. فاذا الداتا مايننج تستفاد من المعلومات التي يتم تخزينها في الداتا ويرهاوس من اجل تنقيب البيانات وريكوجنايز مينينغفول باترن،
من أجل تنقيب بيانات المستودعات مستودع البيانات لأجل تمييز الباترن المميزة والمفيدة واستخلاص المعلومة. فهناك ربط داتا مايننج تستخلص أو تأخذ أو تستفيد من المعلومات الموجودة في الداتا وير هاوس من أجل إداء البروسيسز أو العمليات التي تختص بها داتا مايننج من أجل استحراز المعرفة أو الانفورميشن رولز أو الأحكام. داتا مايننج مثل ما ذكرنا تتطلب انتجريتد كونسيست أند كلين داتا ويتش داتا وير هاوس بروفايد. أيضا في المحاضرة السابقة ذكرنا أنه البيانات التي يتم معالجتها بواسطة تقنيات داتا مايننج يجب أن تكون متكاملة وتكون متغيرة المصادر وغير ثابتة وتكون كلين، يعني ما بها نويز، ما بها معلومة ناقصة، ما بها معلومة غير مفيدة. بالتالي الداتا وير هاوس هذه العمليات اللي قصدت بها البري بروسيسنج تكنيك وفرتها، إذن راح يقل إذن داتا مايننج راح تستفاد من الداتا وير هاوس في تقليل الوقت المستخدم لعملية المعالجة، يعني راح تستخدم أو تستلم بيانات اوريدي تم معالجتها وتهيئتها للتنقيب، بالتالي راح يقل الوقت والجهد والريسورس المستخدم في تنقيب البيانات. تعتمد الداتا وير هاوس في عملية تنفيذ أو التحليل على مبدأ يسمى أونلاين أناليتيك بروسيسينج، وهي اللاب أولاب تكنيك. الأولاب تكنيك نقصد به أنه عملية تنفيذ المعلومات أو البيانات على شكل مالتي دايمنشن، يعني أنه ليس فقط 2 دايمنشن أو 3، وإنما تكون أكثر من اتجاه، أكثر من بعد. بالتالي هذه الكابابيلتي او هاي الشموليه ساعدت في اضافه معلومات اكثر، وبالتالي مكنها من اداء عمليات اكثر معقده غير ممكن تنفيذها مع الداتابيس. الاونلاب زاد من قوه داتا وير هاوس وجعلها قابله لتنفيذ عمليات صعبه. بالتالي اصبحت مستودعات البيانات منصة متزايدة الأهمية لتحليل البيانات، والأونلايب مكنت تنقيب البيانات لتنفيذ أونلايب مكنت داتا مايننج من تنفيذ مهامها بشكل أكثر قوة وأكثر دقة وأكثر كفاءة. تعتمد داتا وير هاوس في عملهم على تقنية تسمى الأونلايب وتسمى أونلاين أناليتيك بروسيسنج تكنيك. الأولاب وفر إمكانية وكفاءة عالية لتحليل البيانات، وبالتالي أصبح منصة فعالة ومهمة جدا، مهمة جدا في تنقية البيانات واستحصال المعلومة القيمة. يمكن تمثيل الأولاب تكنيس أو داتابيس أز كيوب أو كمكعب. كل مكعب يتكون من مجموعة من المكعبات واللي تكون unlimited. مثل ما تلاحظون في هذا المثال إنه لو أخذنا هذا اللايت أو هذا هاي الجهة المعينة اللي تابعة لبرودكت محدد وبيناها هنا، راح نلاحظ إنه هناك تايم غير محدد، القياسات غير محددة، والبرود أيضا بالأساس البرودكت يكون غير محدد. بالتالي وفرت هذه المعلومات وكثرتها أضافة more information لليوزر أو الاند يوزر أو الكاستمر أو متخذي القرار لإيجاد الأمثل والأنسب من هذه المعالجة، لأنه وفر معلومات كثيرة، بالتالي زاد أو كثر من القرارات والخيارات المتاحة، مما مكنهم من اختيار القرار الأمثل والأفضل. الأولاب تعتبر تقنية جدا فعالة، وهي مختصة بالداتا ويرهاوس والداتا مايننج، وغير ممكن تطبيقها مع الداتابيسز لأنه تكون ذات بيانات وأبعاد مختلفة وإمكانيات تفوق إمكانيات الداتابيسز.
لو نلاحظ قد البعض يستشكل ويقول انه لحد الان انه هذه بيانات ممكن او هاي المعالجه او امكانيات داتا وير هاوس موجوده ايضا في الداتابيس. فراح نوضح او نحاول نذكركم بالداتابيس. الداتابيس مثل ما تعرفون هي كولكشن من البيانات، والتي تخزن البيانات على اشكال تيبل، والتيبل تتكون من رو وكولومز، صفوف واعمده. كل كولومز يميز او يعرف او يبين فد خاصيه معينه، اتريبيوت محدده. مثلا عندنا انه مثل ما بينا في هذا البرودكت، مثلا هذا البرودكت عنده اتريبيوت مثلا مي، ان مي هذه قياسات موجوده، بالتالي هي تعتبر اتريبيوت. عادة لإدارة البيانات أو databases تم إيجاد أو تكوين database management system، واللي هو عبارة عن software ساعد في عملية تسيير وظائف databases من queries، من create اللي هي إنشاء مثلا إنشاء attribute معين، معالجة في الطلب ما order معين، وهكذا أمور من تحديث أو عمليات خاصة databases، مثلا تحديث، حذف، إضافة وإلى آخره. عادة هناك أنواع مختلفة من الـ Database Management System مثل MySQL، MSCSQL، Oracle. إذن لكتابة وأيضا لكتابة فد كويري معين نستخدم في عادة مع الـ Database Management لغة معينة تسمى SQL. إذن هاي الـ SQL هي اللغة المستخدمة لكتابة الكويريز أو الاستدعاء أو الطلب فيما يخص الداتا databases لمعالجة الطلب ما. database management أو database ذكرت أنه الأونلاين لا تنطبق عليها عملية، لا يمكن تطبيقها مع database. إذن لأنه database تعتمد على مبدأ يسمى online transaction processes والألتب تكنيك تأكسكيوت الكويري لتنفيذ الكويريز. داتابيس عادة تعالج العمليات الآنية اللي تكون day by day. مثلا انه عندي داتابيس في التطبيق او نظام ما، وانا دخلت في المعلومات انه اليوم اشتريت هذا البرودكت، اليوم تم سحب هذا البرودكت، تغيير في خط الانتاج، وهذه كذا امور اللي تكون تحدث او اللي تحدث بصورة آنية. بالتالي الاونلايب مبدأ عملها لا ينطبق مع الداتابيسز، لأنه اللايب يبحث بمعلومات تاريخية أو معلومات قديمة ومتغيرة الحدوث على مدى زمن. لكن الألتب أو الأونلاين ترانزاكشن بروسيسز يتعامل مع العمليات اللي تحدث بشكل يومي وبتكرار متكررة بشكل دائمي، وهي تناسب أكثر مناسبة للداتابيس سورس. For example، قبل انه الكويري قد البعض يكون ناسي، الكويري يعني request for information that retrieved from database. يعني الكويري اللي مثل ما قلت ان هو انا اطلب ابحث عن product معين او ابحث عن customer معين او اطلب order، اطلب نقل هذا الاوردر الى هذا الاوردر، اطلب عملية شراء هذا المنتج. كل هذه الأمثلة هي عبارة عن كويري، هو استدعاء لمعلومة أو طلب معين يحدث في الداتابيس نفسها. مثلا for example the student table in the school، جدول طلاب في المدرسة أو قاعد بيانات جداول الطلاب في المدرسة. have attributes such as the ID الخاص بالطالب، name اسم الطالب، و city. الاتريبيوت مثل ما قلت ان هو عباره عن كولوم. each row كل صف define set of record belong to a single student. احنا قلنا انه الكولوم يعرف الاتريبيوت، اذا الرو يعرف set of record مجموعه من السجلات التابعه لذلك الطالب، لانه نشوف كل طالب راح ياخذ ID الخاص به وبالمقابل له او مخليه المقابله اسمه ومدينته ودرجته وهكذا امور تخص ذلك الطالب.
بالتالي ممكن نلاحظ أنه الغرض الذي تم إنشاء الداتابيس لأجله يختلف عن الغرض الذي تم إنشاء الداتا ويرهاوس من أجله، لأنه الداتا ويرهاوس تبحث في عمليات تحليلية، إعداد تقارير لإنتاج أو لإيجاد معلومة مستقبلية أو خط سير عمل في المستقبل، بينما الداتا ويرهاوس تعالج عمليات آنية ويومية تحدث بشكل مستمر. بالتالي أصبح من إمكان داتا ويرهاوس هي خزن البيانات لفترة طويلة، بينما في الداتابيس تخزن البيانات لفترة قصيرة لأنه ما تتحمل ضغط البيانات ووفرتها، أصبحت إمكانياتها محدودة. قد البعض يعتقد أنه الكويري المنفذ على الداتابيس مانجمنت أو الداتابيس هو أيضا يضاهي الكويري الموجود في الداتا ويرهاوس. نعم، هنا الكويري أيضا يؤدي بعض المهام، لكن مهامه لا ترقى لمساعدة متخذي القرار لاتخاذ قرار معين بما يحسن من جودة عملهم أو عمل الشبكة أو المؤسسة ما. بالتالي هو كويري أو استدعاء ذو خدمات بسيطة ومحددة. إذن بعد ما عرفنا ما هي أو ما هو الداتا ويرهاوس، ننتقل إلى معرفة ما هو الدافع أو الموتيفيشن الذي كان السبب الرئيسي لإنشاء داتا ويرهاوس أو مستودع البيانات. السبب الرئيسي أو الحافز الرئيسي هو مساعدة متخذي القرار أو مالكي الشركات في تحليل بياناتهم المخزونة لاتخاذ وسيلة أفضل لتطوير إمكانيات مؤسساتهم، والاتخاذ هكذا خطوة مؤسسي أصحاب الشركات أو أصحاب النفوذ أو أصحاب مالك القرار بحاجة إلى معرفة البيانات على مدى فترة زمنية متباعدة، وبحاجة إلى الوصول إلى تلك البيانات بصورة سريعة وفترات زمنية قصيرة بغض النظر عن حجم تلك البيانات، وبحاجة إلى أنه تكون تلك البيانات موحدة ومتجانسة وفي مكان محفوظة في مكان واحد. فهذه الأمور جميعها وفرتها لهم الداتا ويرهاوس. بالتالي هذا يعتبر السبب الرئيسي لإنشاء أو الحافز الرئيسي لإنشاء الداتا ويرهاوس. مثلا لو أخذنا مثال شركة ما، شركة مبيعات بحاجة تحتاج إلى أنه تعرف خط سير إنتاج شركتها على مدى مثلا سنوات العشر السابقة. لمعرفة تلك الأمور هم بحاجة إلى البيانات التي تم خزنها خلال السنوات السابقة. هاي الميزة كانت غير ممكنة مع الداتابيس، لأن الداتابيس ما عنده إمكانية خزن بيانات لفترات زمنية طويلة. بالتالي داتا ويرهاوس وفرت لهم هذه الإمكانية. طيب ننتقل إلى فقرة ما هي الكومبوننت أو الأدوات أو الأركيتكتشر فور الداتا ويرهاوس. احنا ذكرنا أنه الداتا ويرهاوس تجمع البيانات من مصادر مختلفة ومتنوعة وغير متجانسة، تطبق عليها بعض العمليات ومن ثم يتم إيداعها في الداتا ويرهاوس ليتمكن المحللون من استخدامها واسترجاعها عند الحاجة. لذا قبل عملية الإيداع تلك البيانات المأخوذة من الداتا سورس المختلفة سوف تمر في مرحلة أو وسطية بري بروسيس ستيج. هذه مرحلة تسمى بالأطف وهي إكستراكت ترانسفورم أند لود أوبريشنز. في هذه المرحلة يتم استخلاص البيانات المفيدة والمنطقية النافعة والتي تؤدي إلى نتيجة ما، ويتم إهمال البيانات الأخرى كأن تكون بيانات ناقصة فارغة أو متكررة. بعد ما يتم تنقية تلك البيانات سوف تطبق عليها عمليات الترانسفورم أو التحويل، أي إنه البيانات مثل ما وضحنا أنه البيانات تكون بفورمات مختلفة، بعضها نصوص بعضها صور بعضها بيانات نصية بعضها أرقام. لذا سوف خوارزمية ترانسفورم لتسهل عملية معالجها. إذن بعد ما تنتهي هاي العمليتين سوف يتم تحميلها في الداتا ويرهاوس من أجل الحفظ والإيداع أو من أجل التحليل من قبل المستخدمين. على الكومبوننت أوف داتا ويرهاوس سوف ننتقل على
أنواع الداتا ويرهاوس التي تم إيجادها. هناك أنواع مختلفة من مستودعات البيانات. النوع الأكثر شائع هو الداتا مارت، انتربرايز داتا ويرهاوس، اند اوبريشن داتا ستور. داتا مارت از ريبوزيتوري ذات هولد داتا، هو مستودع يخزن البيانات relevant to a group of users، العادة لمجموعة من المستخدمين with common needs such as business department. أنا لو عندي مؤسسة تحمي مجموعة من الأقسام أو الفروع، بالتالي كل قسم أو كل فرع له قابلية أو عنده إمكانية من إنشاء نوع من أنواع الداتا ويرهاوس واللي تسمى الداتا ميرت، والتي تحفظ البيانات العائدة على ذلك الجروب دون غير. إذن الداتا ميرت تختص بحفظ البيانات الفرعية للفروع والأقسام العائدة لمؤسسة ما. النوع الآخر هو الانتربرايز داتا ويرهاوس أو إدوا. It contains all the information related to the station. هذا النوع من أنواع الداتا ويرهاوس يكون أكثر شمولية، أكثر اتساع، يحوي على أو يخزن جميع البيانات العائدة على المؤسسة ككل. بالتالي هو أيضا يحوي البيانات الموجودة في الداتا ميرت وبيانات أخرى، لأن هو يختص بحفظ البيانات أو تحليل البيانات العائدة للمؤسسة بكل فروعها وأقسامها. النوع الثالث هو الأوبريشنال داتا ستور. هذا النوع كولكت داتا، يجمع البيانات from multiple system for operation report. إذن هو أيضا حال بقية الداتا ويرهاوس، يجمع البيانات من مصادر مختلفة ويحللها ويطبق عليها pre processing stage، ذلك من أجل تحليلها وإيجاد الأوبريشن تقارير الخاصة في الأوبريشنال ريبورت. إذن هو فقط مختص في تحليل البيانات من أجل إعداد التقارير التشغيلية. إذن لو نلاحظ أنه الانتربرايز داتا ويرهاوس هو أكثر شمولية، أكثر قوة، وأكثر اتساع من الأنواع البقية، لأنه داتا ميرت يختص في الفروع والأقسام، الأوبريشن داتا ستور يختص في البيانات التشغيلية، بينما الانتربرايز داتا ويرهاوس يختص في المؤسسة بكل أقسامها وأنواعها. عندنا الأوبريشن داتا ستور أيضا يغذي البيانات التي تم تجميعها، واللي هي البيانات التشغيلية، ممكن أو يغذيها للإدواء للداتا الانتربرايز داتا ويرهاوس أن تستفيد من تلك البيانات، وبالتالي ممكن تقليل الوقت أو الريسورس المستهلك في عملية التجميع والمعالجة. لو نأخذ مثال تطبيقي على استخدامات الداتا ويرهاوس. Imagine you need to supply a school in your city with all the needs of workstation. نتصور إنه إحنا نحتاج نوفر مدارس المدينة with all the needs بكل احتياجات الworkstation. A decision like that require a comprehensive view of the following data. قرار مثل هذا القرار يحتاج أن نوفر مجموعة من المعلومات الشاملة والتي تتضمن كالتالي: نمبر أو قد تزيد أو قد تقل، لكن هذه المعلومات يعني هنا حصلنا مجموعة من المتطلبات. Number of teacher in each school، ما هي عدد ما هو عدد المعلمين في كل مدرسة، ما هو عدد المدارس نفسها في المدينة. What workstation teacher are using، ما هي الworkstation، ما هي المعدات أو equipment اللي المعلمين يستخدموها، واللي هي تضمن monitor mouse keyboard هكذا أمور. Prices of different component need for a complete workstation، ما هو سعر الcomponent المحتاجة لتوفيرها من أجل تغذية تلك المدارس بهذه الworkstation. نحتاج أن نعرف أسعار كل component، نحتاج أن نعرف أيضا مثلا وسائل النقل التي تنقل تلك الworkstation للمدارس، لازم أيضا نعرف ما هو سعر النقل، سعر العمال اللي ينقلون، عفوا ما هو الأجر الذي يقدم لأولئك العمال من أجل إجراء عملية النقل. يعني هذه الأمور المادية التي نحتاجها من أجل إيصال تلك الكومبوننت وتلك الوركستيشن إلى المدارس. ما هو نحتاج نتعرف على
البائعين المختلفين اللي يوفرون أو يعرضون تلك المنتجات للبيع. نحتاج أيضا أن نعرف ما هي الكومبوننت الاتيريشن ريت، الكومبوننت اللي دائما هي محل استهلاك. نحتاج أن نعرف ما هو التنبؤ هل هناك تنبؤ بزيادة أو نقصان عدد الموظفين على المدى القريب. طبعا هذا اللي نحتاج أن نعرف مع معلومات تاريخية، بالتالي نقدر أن نبني على أساسها معلومات المستقبلية. نحتاج أن نوازن ما بين المتطلبات وما بين البجت المحدودة، ما هي الأموال التي تم توفيرها لهكذا أمور. طبعاً مثل ما تلاحظون هذه المعلومات تكون متنوعة ومختلفة، وتخص بعضها يخص يعني بعضها يخص قطاع التربية، بعضها يخص قطاع الماركتينج، بالتالي بعضها يختص بالأمور المالية. بالتالي هكذا أمور تكون متنوعة، بالتالي والداتابيس تكون مختلفة. لذلك الداتابيس داتا ويرهاوس ساعدنا في حل هذه المشكلة وتجميع تلك البيانات بصورة أكثر سلاسة، لأنه هي أوردي تكون حافظتها في مستودعها، فما على المحللين غير أنه يستخلصون تلك المعلومات من الداتا ويرهاوس ويحللوها ويحصلون على الإجابة المعنية. ومثل ما تلاحظون أنه الداتا ويرهاوس سهلت العمل بشكل كبير. إن شاء الله إلى هنا انتهت محاضرتنا، واللي أخذنا فيها أو طلعنا فيها اليوم على مصطلح جديد وهو Data Warehouse، واللي ذكرنا إن هو سيستم يحتوي مجموعة من البيانات، والتي يجب أن تكون هذه البيانات موجهة نحو موضوع معين Subject Oriented، واللي تكون على فترات زمنية متفاوتة ومتغيرة، وهذه البيانات أيضا have to be integrated، يجب أن تكون موحدة وذات فورمات واحد ونسق معين. وأيضا هذه البيانات بعد ما نطبق عليها عمليات البري بروسيسنج أصبحت بيانات ذات شكل آخر غير قابلة للعودة إلى شكلها الأصلي. وبينا أنه Data Warehouse is a central location which store consolidated data from multiple database، هو عبارة عن موقع مركزي يخزن البيانات تكون متجانسة واللي تم تجميعها من داتابيس مختلفة ومتنوعة. بينما وضحنا أنه الداتابيس هي عبارة عن organize collection of related data، هي عملية تنظيم مجموعة من البيانات التي تم تجميعها وخزنها على شكل table format، على شكل جداول. بالتالي هذه البيانات أصبح من الإمكان تطبيق عليها بعض العمليات نحتاجها بشكل يومي من تحديث واسترجاع وحذف ونقل وهكذا أمور، لكن من غير الممكن تطبيق عليها عمليات تحليلية. In brief, a database help to perform fundamental operation of a business while data warehouse help to analyze the business، إنه database تساعد في تطبيق العمليات التشغيلية الأساسية في الأعمال، بينما Data Warehouse ساعدت في عملية تحليل وتلخيص تلك الأعمال. وأيضا أخذنا وبينا أن Data Warehouse تحفظ البيانات historical data. بالحقيقة Data Warehouse هي أو ممكن أن نطلق عليها بال historical data، أي أنها بيانات أو مستودعات تخزن البيانات التاريخية. أيضا inform decision making to have the best choices، بينا أنه الغرض الرئيسي من أو motivation الرئيسي من Data Warehouse هو من أجل مساعدة متخذي القرار make the best choices وتحسين من خط إنتاجهم ومن قراراتهم. وبين أيضا أن Data Warehouse تتسم بأنها تكون سريعة، عملية استرجاع المعلومات من أعدادها تكون سريعة ودقيقة، وذلك ليش؟ لأنه البيانات already قضت نصف فترة من المعالجة والتحليل، بالتالي استرجاعها يكون سريع ودقيق. أيضا ذكرنا أن هناك أنواع مختلفة من Data Warehouse والتي تم إنشائها باعتماد على البيربس، بعضها أو منها Data Mart واللي هو يختص بالديبارتمنت
يختص أو يخزن بيانات عائدة لقسم معين من المؤسسة، وأيضا Enterprise Data Warehouse واللي هو يخزن البيانات العائدة لكل المؤسسة. والنوع الأخير اللي ذكرناه هو Operation Data Set واللي هو يخزن أو يعالج أو يحلل البيانات لإعداد التقارير التشغيلية. وذكرنا أنه أيضا تلك البيانات ممكن أن تستفيد منها Enterprise Data Warehouse في معالجة أو في التحليل. ذكرنا أيضا أنه هناك عملية، هناك pre-processing stage واللي تسمى بالإتل والتي يجب أن تمر فيها جميع البيانات التي تم جمعها قبل أن تذهب إلى الداتا ويرهاوس أو قبل أن يتم إيداعها في الداتا ويرهاوس. إن شاء الله محاضرتنا خلصت في هذا الأسبوع ونلتقي معكم في الأسبوع المقبل.